خلص لا يلا تقدر تسألي. رامي من بلشته تقريبا من الساعة 12 اليوم مزبوط. في كان مؤسس خصوصي للمظاهرة اللي أقمتوها اليوم؟ لا، المظاهرة اللي قاموا عليها هم مجموعة من الشباب والشابات الفلسطينية من الداخل الفلسطيني 48 يعني. في أغلبيتهم من الطلاب، في من طلاب من جامعة تل أبيب، في من جامعة حيفا، في من أجوا من بلدان مختلفة، من مثلث، في من الشمال. إحنا كلنا يعني من أحزاب مختلفة، من أديان وأطياف وشرائح مجتمع مختلفة، جينا لهون عشان نوصل صوت واحد إنه إحنا مع الثورة الشعبية بمصر، مع ثورة الأحرار، مع ثورة الأبطال. إحنا ضد النظام الفاشي اللي موجود بمصر، ضد نظام مبارك. جينا نوصل هاي الرسالة اليوم في يوم الغضب المصري، اللي اليوم كل الجماهير المصرية نزلت للشوارع عشان توصل هاي الرسالة لمبارك، عشان تحكي لمبارك بكفة 30 سنة ذل قهر وفقر. واجهتوا مشاكل هنا مع الشرطة الإسرائيلية؟ يعني في حدا؟ لا، الشرطة الإسرائيلية اجت وحكت، أخذت بعض الاستفسارات مين اللي عامل المظاهرة وليش عاملين المظاهرة، جاوبناهم وهذا واجوا زي ما أنتم شايفين بهاي القوات تبعتهم. السفير المصري ركيته شي رد فعل؟ شفنا هناك السفير المصري ما شاء الله، ما بعرف بالضبط أي واحدة منهم سيارته، بس إذا أنا مش غلطان أغلى واحدة منهم هذيك اللي هناك، فلما أجا خبط الباب. تفاجأ لما شافكم؟ تفاجأ جدا لما شافنا، بس لاحظنا لأن احنا نوصل هاي الرسالة. لاحظنا انك ماسك صار الجوال وصار يشغل اتصالاته، لاحظت مش بس احنا كمان برضه اول ما جينا من كل السفارة يعني طلعوا كان ثلاث اربع شباب اللي صورونا. يعني من كل النواحي صوروا، الكل صوروا واحد واحد، كمان اجى البوليس صور، اجت المخابرات الاسرائيليه، البوليس كلياتهم اجوا صوروا. ما فيش عندنا مشكله، طالما احنا بدنا نوصل رساله واحده، رساله واضحه جدا توصل للسفاره المصريه وتوصل لكل السلطات المصريه. احنا بدنا الثوره بمصر تنجح، نقطه سطر جديد، هذا هو الهدف تبعنا ورح تنجح. نوصل هاي الرساله من هون. طبعا الكل بتسألوا انه ليش يعني الطلاب وين العرب 48، يعني ليش فيش حركه بفلسطين، يعني انه صارت بالاردن، وكمان كمان شوي في ناس بيقولوا انه في بسوريا، وفي طبعا متضامنا مع مصر وتونس، يعني وين الفلسطين ليش ما تحركوا؟ شكرا لك. يعني في ناس خايفين مثلا انه يعني اولا احنا الشعب الفلسطيني صرنا 60 سنه متحركين من وقت ما كان في احتلال، احنا مش جديد عم نتحرك كشعب فلسطيني. احنا اليوم الاشي بدي من تونس، هذا الاشي اللي صار اليوم صار له اسبوع اسبوعين، بلش من تونس، من قبل تونس الاشي بلش بتونس، عم بياخذ التأثير تبعه، كمل على مصر وكمل باليمن وكمل بالاردن، وانا كمان حسب الاخبار اللي سمعت عنها انه كان برضه رح يوصل لسوريا. والشعب الفلسطيني كجزء من الامة العربية، من الوطن العربي، اكيد هو كان برضه امتداد من هالامة العربية. احنا اكيد بنصف مع اخوتنا بمصر، واحنا مع الثورة المصرية ومع ابطال مصر ما تحرر البلد تبعتها. بتتوقع انه اهلنا بالضفه الغربيه ظهروا ضد الرئيس ابو مازن، يعملوا كمان يعني تتسرب الثوره وتتفشى تصير لدرجه ان الضفه الغربيه وبالاردن يعني ما بعرف انا اليوم شو الوضع بالضفه، انا موجود اغلب وقتي وحياتي موجوده بالداخل، انا على اطلاع باوضاع الداخل على اطلاع باوضاع الداخل بالضفه، ما بعرف كيف الوضع، بس انا متاكد يعني تأكيد شبه تام بأنه الشعب الفلسطيني كله مجمع على أن الثورة المصرية ثورة شرعية يجب أن تنجح، يجب إزالة النظام القمعي. شكرا لك سلامي. بس بالوطن العربي يعني احنا هنا كلنا في الشباب لازم نفهم يعني بسرعة الكلمة لا لا.